يراها القلب ملحمة المعاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تكلمنا مبارح وأول مبارح عن الموقف اللي ذكرناه عند خطبة إبليس في النار، ربنا يعافينا وعافيكم، وتكلمنا يعني أول أمس عن التمهيد كده للدخول على مسألة العذاب الحسي والعذاب المعنوي لأهل النار والنعيم المعنوي لأهل الجنة. ومبارح كان لقائنا عن العذاب المعنوي لأهل النار، ولقائنا النهاردة بقى بنحلي مع النعيم المعنوي لأهل الجنة. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب العالمين. إخواني وأحبابي، أكيد كل إنسان في الدنيا أمنيته الجنة، وما فيش حد في الدنيا مش عايز يسعد. أي إنسان في الدنيا بيبحث عن السعادة. السعادة كلها لن تكون إلا في ظل الإيمان. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ده في الآخرة. طب ربنا قال فلنحيينه حياة طيبة، حياة بصيغة النكرة. النكرة هنا من أجل التعظيم ولا من أجل التحقير من شأن الحياة ديت؟ أصل ربنا لما ذكر اليهود، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لما ذكر اليهود قال إيه؟ قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فهنا كلمة حياة نكرة وهنا كلمة حياة نكرة، إيه الفرق بين الاثنين؟ علماءنا الكبار بقى علمونا ان في حاجة قاعدة بتقول ايه؟ السياق من المقيدات. يعني فهمها بسهولة وبساطة شديدة جدا. يعني ايه السياق من المقيدات؟ يعني كلمة لو حطيناها في جملة تدي معنى، ولو حطينا نفس الكلمة في جملة تانية تدي معنى تاني. زي ايه؟ بكل بساطة كده، زي سيدنا سليمان لما كان معدي هو والجنود بتوعه كلهم بقى من الانس والجن والطير، كانوا معديين على مملكة النمل. فقالت نملة، حصل ايه؟ قالت نملة: ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ايه اللي حصل؟ قال لك فتبسم ضاحكا من قولها. طيب سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فاكرين؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ودخل كعب بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب. النبي كان زعلان ان كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك. يبقى هنا تبسم سيدنا سليمان وهنا النبي عليه السلام تبسم، لكن الفرق بين الاثنين هنا ايه؟ قال لك فتبسم ضاحكا، فأضف لها كلمة وضحت ان البسم هنا كان هو مبسوط جدا، والتانية فتبسم تبسم المغضب، يعني كان زعلان، يعني بسمة كده بس هو زعلان مش مبسوط. واضح؟ زي ايه؟ برضو نبدي مثال تاني، زي النبي عليه السلام لما تكلم عن زواج البكر، فقال الأثيب تستأمر والبكر تستأذن، فقالوا يا رسول الله إن البكر تستحي، قال إذنها صمتها. يعني الواحدة من دول لما يجي مثلا واحد متقدم لها، فقعد بقى في وسط المحارم وكده، وبعدين جلست جلسة شرعية والأخ شافها وهي شافته وتكلموا مع بعض، وبعد ما مشي بقى هذا الأخ المتقدم، فوالدها بيسألها: ها يا بنتي، موافقة ولا مش موافقة؟ فراحت مبتسمة كده وحطة وشها في الأرض، بسمتها وحطت وشها في الأرض وهي لم تتكلم، دي معناها إيه؟ إنها موافقة. يبقى إذنها صمتها، يعني ما تحرجوهاش، لأن هي مش متعودة أصلا أنها تقول أنا عايزة ده أو مش عايزة ده، فهي بتتكسف حتى وشها في الأرض. طيب يبقى هنا إيه؟ إذنها إيه؟ صمتها. طيب لما شاع خبر أن النبي قد طلق أزواجه، وطبعا دي كانت إشاعة كاذبة، تمام؟ فسيدنا عمر راح فعرف أن النبي عليه السلام قد جلس في مشربة له، فاستأذن الأخ أو الرجل اللي كان واقف يعني على بوابة المشربة، فقال له استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل عمر. فراح ورجع تاني، قال ذكرتك له فصمت. ذكرتك له فصمت، دي معنى إيه؟ هل هنا النبي كان موافق أنه يدخل؟ قال لك لا، لأنه صمت.
فالصمت هنا كان علامة رفض، لكن صمت البكر كان علامة إيه؟ موافقة. واضح كده المعنى؟ يبقى إذن السياق من المقيدات على حسب الجملة اللي بنحطها، بنحط فيها الكلمة توضح المعنى. فنرجع بقى لموضوعنا، يبقى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة طيبة. حياة جاءت نكرة من أجل التعظيم والتفخيم من شأنهم. طيب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك كان من النعيم المعنوي العظيم جدا يا جماعة، ومن يعني ما احنا قلنا النعيم المعنوي بقى لأهل الجنة، ربنا يجعل وياكم في الجنة، قلنا 8 أنواع من النعيم، خد بالك بعدد أبواب الجنة 8. أول نوع من النعيم المعنوي لأهل الجنة الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. دي قدام التانية. فاكر حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم لما تكلم عن العذاب المعنوي لأهل النار كان أوله إيه؟ نسيان كل نعيم مع أول غمسة في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط، ما شفتش حاجة أبدا. في المقابل بقى شوف بقى النعيم المعنوي بقى لأهل الجنة، يعني سبحانك يا رب اللهم ارزقنا نعمة الإيمان يا رب واحشرنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم أمين. شوف بقى النعمة الكبيرة ديت، فربنا سبحانه وتعالى حينما يعني نأتي يوم القيامة فيؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. واحد بقى تعذب وكان في يعني في ابتلاءات شديدة جدا في المال وفي الصحة وفي الزوجة وفي الأولاد وفي حياته، كل حاجة كان فيها بلاء شديد جدا، فيغمس غمسة واحدة في الجنة. وزي ما قلت امبارح الغمسة لا تساوي أي شيء، مش مكملة حتى 10 دقيقة حتى، فيغمس غمسة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا سلام، يبقى نسيان كل شقاء وبلاء، التعب المرض اللي تعبنا شفناه في الدنيا ننساه، الألم والفقر والضيق ننساه، ابتلاءات العذاب ومش عارف أقول لك إيه وعدم الأمن اللي احنا عشناه في السنوات اللي فاتت هننساه. لو كنت ابتليت بزوجة تعبتك، أو أنت كنت ابتليت بزوج تعبك، أو لو أولادك كانوا عاقين بيكي، أو حصل أي ابتلاءات من الناس اللي حواليك، حد حربك، حد ضايقك، حد اتكلم عنك كلام مش كويس، حاجات منغصات دنيا. احنا عايشين في دنيا والفتن كل يوم بتزيد عن الفتن اللي في ايه؟ اللي في الوقت اللي قبليه، كل يوم الفتن بتزداد. ربنا يا رب ينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كل الابتلاءات دي كلها ننساها مع اول غمسه في الجنه. وفوق ده كله نعرف ان احنا مخلدين. الخلود ورد فيها اكثر من حديث، انا اخترت منهم حديثين فقط. حديث الاولاني اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الحديث ده امبارح وقلنا بنسقطه على أهل النار وعلى أهل الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أبلح. على صورة كبش إيه؟ أملح، تمام كده. فيوضع في مكان بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: أجل إنه الموت. ده إيه؟ ده الموت. طب هم ما شافوش الموت قبل كده، عرفوه منين؟ ربنا يلقي في قلوبهم إن هو ده الموت. واضح المعنى؟ لأن هم عمرهم ما شافوا الموت قبل كده، ده احنا ما شفناش ملك الموت نفسه، هنشوف الموت نفسه. فقالوا: أجل هذا الموت. ثم ينادي على أهل النار من ناحية تانية، هو في النص بقى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون ينظرون، يقول: أجل إنه الموت. خد بالك بقى، أهل الجنة طالعين خايفين إن هم يخرجوا من النعيم اللي هم فيه، وأهل النار طالعين عندهم أمل إن هم يخرجوا من العذاب اللي هم فيه. فيذبح الموت بين الجنة وبين النار، خلاص الموت نفسه مات، الموت نفسه مات خلاص، ما فيش موت بعد كده. فينادي المنادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. يقول الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم، أو حزنا إلى حزنهم.
سبحان الملك. يعني خلاص بقى عارف آخر شمعة أمل، آخر شمعة أمل كانت عند أهل النار إن لما يذبح الموت يتقال لهم خلاص اخرجوا بقى، إنما يتقال لهم لا، ده الموت نفسه الذبح، خلاص أنتم إيه، لا موت ولا حياة، لا يموت فيها ولا يحيا، لا منه عايش ولا منه ميت. لدرجة أن أعظم أمنية لأهل النار هي الموت، يقول عايزين نموت، نفسنا نموت، فلا يجدون الموت. سبحان الملك، لدرجة أن هم ينادوا على مالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت. شوف قد إيه، قال إنكم ماكثون. قال بعض أهل العلم فلا يرد عليهم مالك إلا بعد 1000 سنة من النداء، إلا بعد 1000 سنة من النداء، عمالين يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا، عايزين نموت مش لاقين الموت من كتر العذاب اللي هم فيه. قال إنكم ماكثون، لم يرد عليهم مالك إلا بعد 40 سنة من النداء في رواية، وفي رواية تانية بعد 1000 سنة من النداء. سبحان الملك. الحديث الثالث والأخير في النقطة الأولية ديت في النعيم المعنوي لأهل الجنة، رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادي مناد يوم القيامة يقول، خد بالك بقى من الحتة ديت، يا أهل الجنة، شوف النداء حلو إزاي وجميل إزاي، يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وأنا هخلص بس النقطة الأولية ديت وناخد فاصل بعد إذن الأستاذ محمد. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا تفضلوا أصحاء فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. تعالوا بقى نشرح الأربع حاجات ديت ونتعايش معها بقلوبنا، ولكن بعد فاصل قصير جدا 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 ونرجع لكم تاني. خليك معايا، صلى على حبيبك. إن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينادي منادي يوم القيامة يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. طب ليه المنادي ده بيقدم مسألة الخلود في الجنة قبل أي حاجة؟ لأن خد بالك من حاجة، هي أكتر حاجة بتكدر صفو أي إنسان في الدنيا غني معه فلوس، أكتر حاجة بتكدر صفو حاجتين، إيه هي؟ إن الفلوس تضيع منه أو يفقد فلوسه، أو إن هو يموت فيترك هذا المال. يعني اللي بيرعبه
يا إما الفلوس تسيبه يا إما هو اللي يسيب الفلوس. ففي الجنة ربنا سبحانه وتعالى بيطمن قلبك إن أول نداء أو أول أربع نداءات هتجيلك بأولها، أول أربع نداءات ديت أول نداء فيهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. اطمن ان كل النعيم اللي جاي اللي انت هتسمعه بقى، الحور العين والانهار والاشجار والثمار والخيام وكل النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر، انت خالد مخلد فيها ابدا. واديك مثال دنيوي بسيط جدا. تخيل حضرتك لو اني مثلا واحد عزمك على اكله جميله قوي قوي ومكلفه جدا، ممكن يكون مكلفه لك 1000 جنيه مثلا، وبعدين قال لك خد بالك بعد ما تاكل الاكله ديت وانت خارج هتلاقي واحد هيقتلك، هل تنعم بالطعام ده؟ طبعا لا، لان انت هتموت خلاص. انما لو قال لك تعال ناكل ان شاء الله حتى لقمه بشويه فول ولا بجبنه ولا بتاع وانت في امان، تشعر بايه؟ تشعر ان انت بتاكل وايه، وزي ما بيقولوا كده مطرح ما يسري يمري، صح كده؟ تشعر ان انت ايه مبسوط وبتاكل بسعاده وهنا. زيك ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل لحته الامن من الموت ومن الخوف. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، شوف دي، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا. سبحان الملك، شوف قريه امنه مطمئنه، دي اول حاجه، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، فنعمه الامن من كل شيء بقى، الامن من الموت والامن من الهلاك والامن من العذاب والامن من الاصابه وامن من اي شيء، هو مقدم على نعمه الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. فهنا بيقول لك اول حاجه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، كانه بيقول لك كل النعيم اللي انا هقول لك عليه دلوقتي واللي انت بنفسك هتخش وهتشوفه وهتسعد وتنعم بيه بفضل الله، انت هتحس بنعمة وبلذة لا تخطر على قلب بشر حينما تعلم ان النعيم ده لن يفوتك. لانك لو دخلت وشفت النعيم قلت ايه ده ما شاء الله كل ده في الجنة، بس انا خايف لحسن اموت واسيب النعيم او اخرج من الجنة واتحرم من النعيم ده. فبيطمنك بيقول لك ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. مشكلة كبيرة قوي، واحد من دول يقول لك ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، يا سلام لو ارجع شباب. طب ارجع بس 10 سنين لورا، واخد بالك، ولا 15-20 سنة لورا، طب ادفع اللي قدامي واللي ورايا بس ارجع شباب. وتجد كتير من الناس ايام ما كان شباب كان فقير جدا وما حلتوش حاجة، ولما بقى عنده 70-80 سنة ربنا اغناه، فيقول سبحانك يا رب، يعني ما كانش في حتى نص الفلوس دي ايام كنت شباب عشان اعيش واتمتع. خدت بالك من المعنى؟ يعني يقول لك بس كان ربنا رزقني بربع الفلوس ديت وانا شاب صغير كنت اتمتعت وعشت حياه جميله. انما طول ما انا شاب عمال بكدح واتعب وفي شقاء وبلاء، ولما اغتنيت وخلاص ما بقاش في العمر بقيه، تيجي كل الفلوس ديت؟ سبحان الملك، لان لا نعيم ولا متعه كامله الا في الجنه. هي كده ربنا قدر ان لا يمكن ان يكتمل النعيم الا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، مش هتعجزوا، هنحشر كلنا في سن واحدة، ودي حتة حلوة قوي هتريح بقى النساء بالذات، يعني ما بيحبوش حد يعرف سنهم، واخد بال حضرتك؟ فيعني ايه تلاقي الواحدة مثلا ده 20 سنة، حضرتك عندك كم سنة؟ 20 سنة، بعد 20 سنة حضرتك عندك كم سنة؟ 19 وماشية في 18، مش عايز حد يعرف سنها. في الجنة يرفع الحرج بقى، الكل سيحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبناء 33 رجالة نساء، تبقى زوجتك اللي حضرتك مثلا عندك 80 سنة وزوجتك عندها 70 سنة، زوجتك اللي عندها 70 سنة اللي اسنانها وقعت وشعرها مش عارف عمل ازاي وشعرها ابيض ووشها كرمش، تلاقيها يوم القيامة في قمة النضارة والجمال بنت 33 سنة اللي هو سن اكتمال الشباب. طب 33 سنة نبدأ اخش الجنة، 33 سنة ونكبر بعد كده؟ قالك لا، 33 سنة وتفضل ثابتة ابد الابدين، يفضل السن ده على طول. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ما فيش خلاص بقى عجز بقى ولا إيه ولا كبر سن ولا أي حاجة بالمرة خالص. خدت بالك؟ شوف المتعة جاية منين بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب والثالثة، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. رحت مرة أعمل تحليل في معمل تحاليل، فقال لي هتعمل تحليل؟ قلت له تحليل كذا، لقيته جايب دفتر وعمال بيدور على التحليل اللي أنا هعمله، فقلت له ايه الدفتر ده؟ قال لي ده اسماء التحاليل اللي بتتعمل.
قلت له يا خبر ابيض، كل دي تحاليل امراض؟ قال لي اه. قلت له كم؟ قال لي حوالي اكتر من 5000 تحليل. قلت له كل دي امراض منتشر؟ قال لي وفي اكتر. سبحان الله، فعلا صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام الصحابة كان غاية ما نسمع عنه مرض الطاعون. واخد بالك؟ واحد عنده مش عارف مرض الصداع، حاجات، واحد عنده مرض في بطنه. إنما كل الآلاف المؤلفة دي من الأمراض اللي بنسمعها بسبب إيه؟ بسبب الانفتاح بقى، وبسبب كثرة المعاصي. والمعصية هي المعصية في كل الأحوال وحشة، لكن لما تكون المعصية مستترة لها شأن، ولما يكون الإنسان بيجهر بمعصيته دي مصيبة كبيرة. خد بالك، لأن كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ربنا يعافي أي واحد ويتوب عليه، إنما المجاهر ده كأنه بيتحدى ربنا. خد بالك، وانا سبحان الله يعني الواحد يستغرب كده لما يلاقي واحد بيعمل معصيه وبيجهر، بل ويفتخر احيانا بها، احيانا يفتخر بها. واخد بال حضرتك؟ سبحان الله. فهنا بيقول لك ايه؟ وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. احيانا تبقى النعمه قدامك ولا تستطيع ان تنتفع بها ابدا بسبب المرض. واحد راجل غني ما شاء الله، عنده بقى يعني ثروه كبيره، معدي على بعض الشباب البسطاء كده الفلاحين في الغيط، وبعدين هو راكب عربية مرسيدس أحدث موديل، وبعدين معدي فلاهم قاعدين بقى إيه بياكلوا مش وعيش بالتاوي ومش عارف إيه وكده يعني، فقاعدين بياكلوا ما شاء الله بشهية ومبسوطين شباب بقى ما شاء الله. فمعدي فواحد من الشباب شاف العربية معدية فبيقول يا سلام، أدي الناس اللي عايشة ولا بلاش، أدي الناس اللي عايشة ولا بلاش. فرح واقف مفرمل وراح راجع له. فالشاب خاف منه، قال له ما تخافش يا ابني، والله انا مش راجع عشان حاجه، بس عايز اكلمك كده في صفقه عاملها انا وانت. قال له صفقه معانا؟ قال له والله العظيم واحلى صفقه في عمرك. ايه رايك؟ انا عندي 4 فلل، وعندي شاليهين على في الساحل الشمالي والعين السخنه، وعندي 4 عربات مرسيدس، وعندي حوالي 4 مصانع من اكبر المصانع، وعندي ملايين في البنوك، وعندي 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 مع ده كله السكر والضغط سرطان، وعندي النقرس، وعندي كذا وكذا، عدله شوية أمراض، ربنا يعافينا يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. إيه رأيك تبدل يا ابني وتشيل الشيلة على بعضها وتديني شبابك وصحتك؟ قالوا لا يا عم، ده الحمد لله، ده احنا ربنا رزقنا المعدة بتهضم الزلط، الحمد لله نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها. قال له يا ابني ما تحسدش حد، انت ما تعرفش الناس فيها ايه. احيانا تلاقي واحد غني وساكن في قصر تقول ياه، شمعنا هم اللي ساكن في قصر واحنا لا؟ قد يكون القصر ده مقفول على مآسي، على مآسي وعلى آلام وعلى أحزان لا يعلم بها إلا الله. وقد يكون إنسان بسيط جدا عايش في عشة، وعايش في عشة والعشة دي مليانة سعادة وخير. سبحان الملك، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان عايش في بيت صغير، لدرجة أنه لما كان يعوز يسجد كان يغمز عائشة عشان تلم رجليها يلاقي مكان يسجد فيه، وكان أسعد أسعد إنسان في العالم صلى الله عليه وآله وسلم. السعادة عمرها ما كانت في فلوس، عمرها ما كانت في أي حاجة. أديك مثال تاني، واحد برضو غني جدا، في يوم من الأيام لقى واحد من العمال اللي عنده ما هوش راضي عن عيشته، قال له تعالى انا هديك درس عمرك ما هتنساه العمر كله. خير يا سعاده الباشا؟ قال له انا عازمك بكره عزومه خاصه ليك، احلى عزومه تتمناها في حياتك. قال له انا يا باشا؟ قال له طبعا، وانت يا ابني ده ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما حدش عارف يا ابني مين اللي مقبول عند ربنا. وراح عامل له عزومه في الجنينه بتاعه القصر، جاب له بقى ديك رومي وفراخ ولحمه من اللي قلبك يحبها ومشويات ومش عارف ايه واللي انت عايزه وطرط وجاتوهات ومش عارف ايه، كل ما يخطر على قلبك. كل يا ابني لحوم، سيبك من العيش، كل لحمه. فقال له طب بتاكل يا سعاده الباشا؟ قال له يا ابني انا والله عندي نقرس ما اقدرش اكل لحمه كتير. كل يا ابني. فقعد ياكل. كل يا ابني ابتدت حلويات. قلت له طب ما تاكل ساعة؟ قال له يا ابني عندي السكر والله ما اقدرش، ربنا يبارك فيك حبيبي. كل يا ابني فاكهه برتقان طب ما تاكل حاجه؟ قال له يا ابني والله عندي املاح ما اقدرش اكل حاجه. فالراجل استغرب،
راجل ما شاء الله كل لحوم وفراخ وكل حلويات وفاكهة وشرب عصاير وظبط الدنيا يعني. فقال له ما الحاج بتاكل ايه؟ قال له انا ابني وجبتي في ال 24 ساعة ربع رغيف بحتة جبنة قريش، ما اقدرش اتعدى الكلام ده، وإلا لو كلت غير كده ممكن اضيع. ايه رأيك يا ابني؟ مين اللي غني، انا ولا انت؟ فسكت. قال له لا ما تتكسفش، انت اللي غني، لان انت لو عرضت عليك اي متعة في الدنيا تقدر تنتفع بيها، اما انا مع فلوسي دي كلها ما اقدرش انتفع باي حاجة. وديت لحضراتكم مثل قبل كده، قلت لو واحد راجل ملياردير وعنده قصور وعنده مصانع وعنده ملايين وعنده حاجات كتيرة جدا، فجأة الراجل ده ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، جاله شلل رباعي، فنام على الفراش على السرير ما يقدرش يحرك أصبع واحد، أصبع واحد ما يقدرش يحركه. لو قالوا له، وخليك بقى صادق مع نفسك كده، لو قالوا له تدفع كام ونرجعك سليم زي كل الناس ديت وتنتفع وتقدر تنتفع بإيديك ورجليك وتمشي وتتحرك وتسعد بحياتك، يدفع كام؟ بالظبط كده، يدفع كل ما يملك عشان يرجع سليم زي أي إنسان في الدنيا. طب ما تعتبر نفسك كنت زي الراجل ده وربنا عفاك وفديت نفسك بالملايين، والحمد لله إيديك بتتحرك وعينيك بتشوف ودانك بتسمع ولسانك بيتكلم ورجليك بتمشي. سبحان الملك، نعمة كبيرة جدا. يا ما شفنا ناس، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، يا ما دخلنا مستشفيات نزور الناس وشفنا بعض الناس كان ربنا يا رب يعافينا يا رب، يجيبوا السرطان في الحنجرة، يشيلوا له الحنجرة ويعملوا له خرم هنا يتنفس منه وعفوا ويعمل منه، سبحان الله، وما يقدرش يتكلم ولا ينطق حرف، ولو عايز حد يسمعه بيتكلم بخروج الهواء من الفتحة دي فقط، ما فيش كلام يقدر يتكلمه. تقعد تقول ساعتها الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طبعا الكلام ده تقوله في سرك عشان ما تجرحش انسان. خدت بالك من المعنى اللي عايز اقوله لك؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى اربع نداءات، اول حاجة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ما فيش اي امراض هناك في الجنة، خلاص ما فيش اي امراض ولا فيروسات ولا مش عارف ايه مرض ايه، ولا المية عايزة تتفلتر، لا 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 لا، ده هناك بقى انهار من ماء غير قاس، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى، وكل الانهار بتجري على سطح ارض الجنة بغير اخدود، يعني مش حفرة والمية بتجري فيها، لا هي بتجري على سطح الارض، لا تدلق يمين ولا تدلق شمال ولا تشوبها شائبة مع مرور ملايين السنين. وانهارك بقى خاصة بيك، يعني لسه هنتكلم عنها دلوقتي، شوف قد ايه، شوف النعمة. واخر حاجة، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، نعيم لا يخطر على قلب بشر، لان ربنا قال عن الجنة كده كما في الصحيحين، اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا سلام، يبقى أعددت العباد، مين اللي أعد؟ الله سبحانه وتعالى. ده حتى أول وجبة هتاكلها قبل ما تخش الجنة مباشرة هي وجبة أعدها لك مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، كما ورد في صحيح مسلم أن عبد الله بن سلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون. خد بالك، قال فما الوجبة التي يأكلونها على إثرها؟ ايه الوجبة اللي بعد زيادة كبد النون مباشرة؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكله من أطرافها. وارجع للحديث صحيح مسلم تسمع بقى العجب العجاب، ما شاء الله. يبقى أول نعيم معنوي لأهل الجنة إن هم الخلود في الجنة ونسيان كل شقاء وبلاء مع أول غمسة. طب ليه ينسوا الشقاء والبلاء؟ طب ما يخلدوا في الجنة وينعموا، لكن يفتكر بقى العذاب اللي شافه في الدنيا، ويفتكر أيام الفقر وأيام المرض وأيام الابتلاءات وأيام السجون وأيام وأيام. قال لك مجرد ذكر الأشياء ديت ممكن تنكد عليه حياته. أنت ممكن النهاردة تلاقي واحد عايش في قصر، وكل ما يفتكر أيام الفقر اللي كان عايشها وأيام البلاء وأيام ما دخل السجن وأيام ما اتبهدل وأيام ما الناس افتلت عليه، تلاقيه قاعد بيبكي ومتضايق رغم أنه في نعيم وسعادة. فاهم ازاي؟ فالجنة لا يمكن يكون فيها منغصات أبدا. من رحمة ربنا أن أنت قبل ما تخش الجنة لازم تتغمس الغمسة دي في الجنة، والغمسة دي تعمل لك فقدان ذاكرة لكل شيء وحش. خد بالك مش هتنسى كل حاجة،
هتفتكر الحياة الحلوة. ليه؟ لأن في الجنة هنقعد نتحاور ونتذكر بقى وذكريات أهل الجنة وسبحان الملك بقى هتقعد بقى تعيش مع الذكريات الجميلة وتقعد مع فلان تقول له فاكر إمتى ربنا غفر لنا؟ يقول له آه فاكر لما عدنا أنا وإنت في المكان الفلان ودعينا وطلبنا من ربنا يغفر لنا وكنا مخلصين أو في الدعاء وكان عندنا حسن ظن بالله أنا أظن إن ربنا غفر لنا في الوقت ده وكتبنا من أهل الجنة. ويقعدوا يتذكروا مع بعض. شوف قد إيه على الأرائك قاعدين بقى قدام بعض على الأرائك كده إيه وعملين سبحانك يا رب نعيم أسأل الله أن يرزقنا وإياكم النعيم. يبقى أول حاجة الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء في الدنيا. تاني نعيم معنوي وداع التعب. ايه وداع التعب في الدنيا؟ لازم تسعى فامشوا في مناكبها. عايز تاكل عيش اشتغل، خد بالك من جد وجد، هو كده شعارنا في الدنيا من جد وجد، لازم تشتغل علشان تلاقي. هو ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم تخرج من بيتك وتروح شغلك وتجتهد في الشغل وعلى قد ما تقدر تحاول تطور نفسك عشان تقدر تنجح في شغلك عشان ربنا يكرمك في النهاية وتقدر تحصل على لقمة عيش لنفسك ولزوجتك وأولادك وأمك وأبوك وكل من كانوا في يعني في رعايتك. خدت بالك؟ إنما في الجنة بقى مفيش تعب، أنت هناك زي ما بيقولوا إيه سلطان زمانك بقى، أنت بس قاعد كده تحلم نفسك في تفاح، تلاقي التفاح نزل لك من على الشجرة لحد عندك، ربنا قال إيه؟ قطوفها دانية. الله، يعني التفاح اللي أنا نفسي فيها في الجنة تنزل لحد عندي وتقول لي يا ولي الله لقد سخرني الله من أجلك. إيه تتعبش نفسك؟ عنقود عنب يجيني لحد عندي، طير ماشي كده في الجو قدامي أشتهيه فقط، أنا ما اتكلمتش. شوف قد إيه؟ يخر بين يديك مشويا، ولا في بقى عظم ولا ريش ولا ذبح على الطريقه الاسلاميه، واخد بالك، ولا مفيش بقى الكلام ده كله ولا المشاكل اللي احنا عشناها في الدنيا دي، لا كل اللي تتمناه تلاقيه قدامك. نفسك تزور صاحبك فلان الفلاني اللي ساكن في الحته الفلانيه في الجنه، وملك واقل ملك، اقل ملك واحد في الجنه كما قال الامام ابن القيم له ملك يسير فيه 2000 سنه، 2000 سنه تمشي في ملكك بس، لكن الله طولها عشان اروح ازور صاحبي امشي 2000 سنه عشان اوصل له، واخد بالك؟ لا لك لا لا لا، شوف فيها ما تشتهيه الانفس، بتشتهي ايه؟ نفسي اشوف فلان الفلاني، خلاص غمض عينيك تلاقي نفسك عنده، ومن غير ما تغمض هتلاقي نفسك عنده. طب انا راجل بقى صاحب مزاج، كنت دايما ما بحبش اشرب غير من الانهار بتاعتي، انت عارف واحد ايه لما يروح يزور واحد ليه واخد ازازه المياه المعدنيه بتاعته، يقول لك معلش ما بغيرش المياه، هي دي المياه اللي انا ايه بحب اشربها، فاهم ازاي؟ فيقول لك انا ما بغيرش بقى الانهار اللي انا بشرب منها، تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك لحد صاحبك اللي انت راح تزوره، والغلمان اللي بيسقوك معاك، الخدم بتوعك معاك، واخد بالك؟ وتروح تزوره وتتمتع معاه وتأنس وتقعد معاه وتتكلموا وتدردشوا، وعايز ترجع تاني همشي 2000 سنة، لا 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 في ثواني تلاقي نفسك في ملكك مرة تانية. يبقى وداع التعب، وداع التعب نعمة تانية كبيرة لأهل الجنة، وداع التعب. رقم 3 وداع الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هو إيه اللي كان محزنك؟ حاجتين، أحزان خاصة بالدنيا وأحزان خاصة بالآخرة. إيه أحزان الدنيا؟ خايف من المستقبل، خايف على الأولاد، نفسي أسطر بناتي، نفسي أعيش حياتي كلها من غير مشاكل، نفسي ما أحتاجش لحد، نفسي أنجو من ظلم العباد، نفسي ما حدش يجيب سيرتي، نفسي ما حدش يأذيني، نفسي أعمل خير كبير قوي وأتمتع، نفسي نفسي. الحاجات دي بقى كلها مشاكل. هتفضل كده طالما عندك أولاد، تفضل قلبك موجوع عشان أولادك وأحفادك لحد ما تموت. هي دي سنة الحياة، مفيش أب ولا أم على وجه الأرض مرتاحين إلا في حالة واحدة، لما بيشوفوا أولادهم مرتاحين. يبقى الأب يا عيني كدح وتعب وشقي وشاف الغلب اللي في الدنيا، والأم كذلك، تمام، ولحد ما أولادهم كبروا وتخرجوا وتجوزوا ولسه برضو شايلين همهم. هاي ابني عامل إيه مع زوجتك؟ والله يا والدي تعباني. يا سبحانك يا رب، ده احنا كنا فاكرين يا ابني انها تريحك عامله ايه يا بنتي؟ والله جوزي تعبني. يا انا لله وانا اليه راجعون. والله كنا بنتمنى ان يكون كويس، وده احنا يعني منقينه على الفرازه وكنا فاكرين،
ويفضل الأب قلبه موجوع على بنته، وتفضل الأم قلبها موجوع على بنتها لحد آخر لحظة في حياتها. وحتى لو البنت مرتاحة والابن مرتاح يفضلوا برضو قلقانين، خايفين لا في يوم من الأيام يتعبوا، ولو سمع ان حفيده تعب احد بيبكي وتعبان ومتضايق، بنته عملت عمليه قلبه عمال بيتقطع، ابنه عمل حادثه لا قدر الله. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، ما فيهاش نعيم خالص. النعيم بتاعها منغص، وبعدين كمان مخلوط بحاجات ما هياش نعيم. يعني ايه؟ يعني انت كلت اكله حلوه، بعد ما كلت جالك مغص. يبقى في نعيم اهو لكن ورا مغص، واخد بالك؟ ايه المشكلة؟ مش عارف حصل لي ايه في القولون ومش عارف ايه والكلام ده كله. هات علاج القولون بقى، هات الملينات والمش عارف ايه والكلام ده كله. انما في الجنة نعيم خالص، مفيش بقى. فاهم ازاي؟ يبقى احزان الدنيا، خايف حد يفترى عليك، يعمل معاك مشكلة، يدخلك السجن، يأذيك، يقتلك، يعور ابنك، يخبط بنتك. دايما الانسان في الدنيا، ما بقولش متشائم استغفر الله، لكن دايما في الدنيا طول ما هو عاش في الدنيا فهو متوقع ان ممكن في اي لحظة يحصل اي حاجة، خصوصا لما تكون عايش في وقت فتن زي اللي احنا عايشين فيه ده، تتوقع اي حاجة في اي لحظة. فتلاقي الانسان عنده ايه، حتى وهو في عز سعادته قلقان شوية، عنده سنة قلق. في الاخرة بقى خلاص دخل الجنة بقى، خلاص شقاء الدنيا وبلاء الدنيا ومشاكل الدنيا خلاص انتهت. طب واحزان الاخرة كان ايه اللي مخوفك؟ والله كنت خايف ان انا يعني اجي يوم القيامة الاقي ربنا ما قابلش عملي. لا الحمد لله انت في الجنة دلوقتي. كنت خايف لحسن ميزان السيئات هو اللي يرجح، انت في الجنة دلوقتي. كنت خايف ما عرفش اعدي من على الصراط، بقول لك انت في الجنة. يبقى لما تخش الجنة اول حاجة تقولها الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الله، الحمد لله ان ربنا اذهب عنا احزان الدنيا واحزان الاخره. خلاص ما بقاش فيه لا احزان لا في الدنيا ولا في الاخره. كنت خايف اقف في ارض المحشر 50,000 سنة، مين يتحملها؟ الحمد لله انت في الجنه. كنت خايف ان انا يحصل، الحمد لله انت في الجنه. يبقى اول نعيم الخلود ونسيان كل شقاء وبلاء. تاني نعيم وداع التعب، خلاص انت سلطان في الجنه، وانت سلطانه في الجنه، انت اميره في الجنه، سبحان الله. والحاجه الثالثه وداع الحزن. رابع حاجه وداع السخط. في الدنيا الواحد بيحاول اهو، بنعبد ربنا وبنصلي ونصلي تراويح ونصوم ونقرا قران ونذكر ربنا وندعو الى الله، واحنا من جوانا بنقول يا رب ارضى عنا، يا رب يا رب ارضى عنا، واخد بالك؟ وبيبقى الواحد قلقان جدا، خايف يا ترى ربنا راضي عنه ولا مش راضي. ولما يحصل لك اي ابتلاء تلاقي نفسك بتسال، هو ده ابتلاء ولا ربنا غضبان عليا؟ صح كده؟ تبقى قلقان جدا. وناس كتير تسال السؤال ده، يقول لك حصل لي ابتلاءات كتير قوي، في نفس السنه اللي مات فيها ابني، ابني الثاني سقط، وبنتي الثالثه اتطلقت، ومش عارف حصل ايه، ابتلاءات كتير قوي يا شيخ، مش عارف اعمل ايه، ده هو ربنا غضبان عليا؟ هي مش بتقول كده سوء ظن بالله، هي خايفه. خايفة ان يكون ده حصل لان ربنا غضبان عليها. نقول لها لا، احسن الظن بالله، ما دمت بتعبد ربنا وبتأدي حق ربنا سبحانه وتعالى، واحنا طبعا مش هنقدر نأدي حق ربنا كما ينبغي، يعني المقصود ان احنا بنأدي بس ايه اللي ربنا طلبه مننا، نحسن الظن بالله. لو اي حاجة حصلت لنا نقول ده ابتلاء واحنا راضين الحمد لله رب العالمين. خدت بالك؟ انما بقى في الاخرة، شوف بقى كما في البخاري ومسلم، المولى عز وجل سبحانه وتعالى الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ينادي على أهل الجنة، على أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة بيقولوا أنتم راضين، فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، هو احنا عايزين ايه أكتر من كده؟ فالمولى عز وجل يقول لهم ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم؟ هديكم حاجة بقى أفضل من كل ده. فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ هم عقلهم مش واصل للحتة دي، يعني هو في أكتر من إحنا في الجنة بناكل ونشرب ونتمتع والحور العين والأنهار والأشجار وصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وصحبة الصحابة وأهالينا وحبيبنا والقعدة الحلوة والمتعة التي لا تنتهي، وما فيش بقى ليل ولا نهار، على طول نهار وما فيش نوم، لأن أهل الجنة لا ينامون، لأن النوم ده منقصة في المتعة، النوم يفوت عليك متعة، فأهل الجنة لا ينامون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين أكثر من كده يا ربي؟ فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيكون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله،
فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اضمنوا بقى ما دمتم دخلتوا الجنة وأنا رضيت عليكم ومش ممكن هسخط عليكم بعد كده أبدا، يبقى اطمنوا أنتوا مش خارجين من الجنة أبدا. شفت بقى الحتة الجميلة بقى، إن هم لما دخلوا الجنة المنادي قال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، فاطمنوا إن إيه، إن الجنة ديت هم مش هيموتوا ويسيبوها، واضح كده؟ طيب وهنا بقى لما ربنا قال لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا، يبقى الجنة هم مش هيتحرموا منها، يبقى من ناحيتين مش هيتحرموا من الجنة ومن ناحية تانية مش هيموتوا ويسيبوا الجنة. واضح المعنى الجميل اللي عايز أقوله لكم؟ يبقى إذن إيه، يبقى المتعة الرابعة وداع السخط، يبقى ربنا هيرضى عنا في الجنة ولا سخط بعده أبدا. رقم خمسة من ضمن المتعة أو النعيم المعنوي لأهل الجنة، نقاء القلب وصفاء الصدر. الله، ربنا بيقول إيه؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا، كان في غل في الصدور، في الدنيا كان في أحقاد وحسد وحقد وحاجة بلاء لا يعلم به إلا الله، في كل مجال، في كل مجال من مناحي الحياة لازم تلاقي حد بيحقد عليك وحد بيحسدك وحد لا يكتفي بالحقد والحسد فقط، وإنما يمتد الأمر إلى أذى ويأذيك ويحاول يحطمك ويحاول ويحاول. أنت بقى كرجل مسلم ترضى بقضاء الله، ده رقم واحد. تاني حاجة، خليك ذكي، لا تلتفت، أنت طالب جنة، حد حاول يعطلك اوعى تتعطل، اوعى اوعى تلتفت لأي حد، أنت راجل داخل سباق 100 متر هدفك ايه؟ الجنة. غمض عينيك وانطلق نحو الجنة. في ناس بتحدفني بالطوب ما تلتفتش، طب ممكن الطوبة تخبطني تعورني، ولا يهمك، ما تشغلش بالك، امسح الدم وخلي الدم ده يفكرك ان في هدف وانطلق نحو الهدف. عشان كده كنت بقول لبعض اخواني الدعاء ربنا يحفظهم، شيء طبيعي طريق الدعوة مفروش بالاشواك وعمره ما كان مفروش بالورود. لو حد قعد يحاربك، حد بيشتمك بيقول كلمتين وحشين في حقك، ما تلتفتش، خليك ذكي، خليك ناجح. حد انتقدك في كتاب انت عملته، بس نقد غير بناء، لو نقد بناء طبعا لازم تسمع وإلا تبقى مغرور، نقد غير بناء هو بس عارف ايه النظام، ايه ملقوش في الورد ايه فقال يحمر خدين، واخد بالك؟ عارف تعمله ايه؟ تكرمه بانك تألف له كتاب احلى من الاولاني، فاهم ازاي؟ واحد انتقدك في محاضرة انت عملتها ما فيهاش مشكلة، بس هو كده، فاهم ازاي؟ هي حقد بقى ومش شايف اي حاجة، فاهم ازاي؟ فمش نقد بناء، لا نقد هدان، اكرمه بمحاضرة احلى منها. وهكذا، واحد انت راجل شغال ترزي، واحد جاي بينتقدك بيقول لك الجلابيه انت مفصلها ديت، لا انت ما تعرفش تفصل، رغم ان انت مفصلها ما شاء الله زي ما الكتاب بيقول، اكرمه بان انت تتقن صنعتك اكتر. وهكذا في كل مجال من مجالات الحياة لا تلتفت. وزي ما قلت لكم قبل كده، علاج ان حد يتكلم عنك او حد يأذيك بلسانه او اي حاجة، شوف ربنا قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. انا اعلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان صدرك بيضيق من كلام الناس عنك، عمال يقولوا ساحر وشاعر وكاهن و و و وانت وانت انت سيد ولد ادم، ما ينفعش يتقال عليك كده صلى الله عليه وسلم، فما تضايقش نفسك. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اعمل ايه يا ربي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ثلاث حاجات يا حبايبي، اول حاجه كتر من سبحان الله وبحمده. ليه؟ قال لك لان ربما اللي بيتكلم عنك ده متسلط عليك بسبب ذنبك، ربما، وقد لا يكون بسبب ذنبك، قد يكون زياده رفع في درجاتك، خد بالك، يعني مش كل بلاء بيجي لك انت بسبب ذنبك، ممكن يكون ما فيش ذنب، يعني طبعا ما فيش حد معصوم، بس اقصد ممكن ما يكونش متسلط عليك بسبب ذنبك، لكن يكون رفع في درجاتك، واخد بالك؟ تعمل ايه؟ سبحان الله وبحمده. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. يبقى لو كان هو متسلط عليك بسبب ذنب، قولك لو انت قلت سبحان الله وبحمدي يبقى اتغفر لك الذنوب اللي ممكن يكون هو متسلط عليك بسببها، خلاص يصرف عنك هذا الانسان. طب وتاني حاجه، وكن من الساجدين عشان تكون في معيه ربنا، لان ربنا قال ايه؟ واسجد واقترب.
والتالتة قال لك وداوم على الاثنين لحد ما تموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طب ليه ما هو خلاص العدو ده مش قال لك ما ممكن يكون في عدو غير عدو غيره، فانت عصم نفسك بان انت تكون في معية الله. يا سلام على الوصف القرآنية الجميلة. يبقى نقاء القلب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. إمتى هيكون النزع ده؟ ما خد بالك، ما أنت بتتغسل من حاجتين، بتتغسل مما في الداخل ومما في الخارج. بمعنى إيه؟ مما في الخارج النقائص اللي عندك بقى. جيت يوم القيامة كان سنانك مكسرة، شعرك واقع، عظمك مدغدغ، عندك عوج في رجليك، عندك أي مشكلة، لا 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 لا، تتغسل تبقى في أجمل وأبهى وأحلى صورة، وتبقى طولك ما شاء الله 60 ذراعا في السماء على طول سيدنا آدم كما ورد الحديث عند مسلم. يبقى إيه؟ يحشر الناس في مقامه في الجنة إيه؟ على طول آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، طول ما شاء الله عمارة ماشية، واخد بالك، عشان تتناسب جسدك مع النعيم اللي في الجنة، وانت ايه، وانت تسرح في الجنة وتمرح في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. طب ونزع ما في القلب، الغسيل الداخلي بقى هيكون عند القنطرة. بعد ما تعدي من على الصراط قبل ما تخش على باب الجنة في قنطرة، ورد فيها حديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون إلى قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الحياة الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا خلاص ما بقاش في بقى لا مشاكل ولا مظالم ولا ذنوب ولا أي حاجة، والقلب بقى نقي جدا جدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل خلاص، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. يبقى قبل التنقية والتهذيب لا يمكن يؤذن لك بدخول الجنة، لا يدخل الجنة إلا أصحاب القلوب السليمة. عارف ليه؟ أصلا تبقى مصيبة ده لك، فتنزع الغل والحسد فلا يرى أحد أن أحدا أفضل منهم. تخيل لدرجة أن النبي كما عند مسلم يقول لك عن آخر من يدخل الجنة، آخر واحد يخرج من النار ويخش الجنة، لما ربنا يعدي من على الصراط ويعدي ويوصل لباب الجنة يستدير وينظر إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. يعني مش شايف ان في حد افضل منه. ولما نروح في يوم المزيد للقاء المولى عز وجل والنظر الى وجه الله، منا من يجلس على منابر من نور، ومنا من يجلس على كثبان من المسك، ولا يرى احد ان احدا افضل منه. خلاص، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. رقم 6 من النعيم المعنوي الجميل في الجنة صحبة النبي بقى صلى الله عليه وسلم. يعني الجنة من غير النبي ازاي يعني تبقى جنة؟ شوفوا، انا قلت امبارح طبعا الثلاث احاديث هكتفي منهم بس بحديث فقط النهاردة، اللي هو الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال والله يا رسول الله لأنت احب الي من نفسي وولدي ومالي ومن الناس اجمعين، خد بالك، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى يعني سبحان الله، ولذلك عايز تكون في صحبة النبي في الجنة، عايز تكون قريب جدا من النبي في الجنة، حسن أخلاقك، خلي أخلاقك حلوة. هي كده النبي قال كما عند الترمذي بإسناد الحسن ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، كنا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. اللي عايز يقرب من النبي قوي يحسن، عايز أقرب أكتر حسن أكتر، يقرب أكتر، وهكذا أحاسنكم أخلاقا. رقم 7 من ضمن النعيم المعنوي، بل من أعلى النعيم المعنوي في الجنة، النظر إلى وجه الله. الله، ربنا قال كده وجوه يومئذ ناظرة، وكان النظارة دي لها سبب، إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا مبارح أن الزيادة في الدنيا بتكون أقل من الأصل، أما في الجنة فالزيادة بيكون أعظم من الأصل. في الدنيا حضرتك راح تشتري كيلو عنب، فبعد ما الراجل وزن لك كيلو عنب بيقول لك والحتة دي هدية من عندي، أو بتشتري كيلو جبنة حط لك كيلو قال لك حتة الجبنة دي زيادة من عندي، فالإكرام بتاع الزيادة ده أقل من الكيلو. أما في الجنة
فنعيم الجنة ده كله هو إيه؟ هو الحسنى. والزيادة هي النظر إلى وجه الله. وما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه الرب الرحيم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبيتفاوت النظر، حتى المؤمن نفسه لما بينظر إلى وجه الله بيتفاوت يا جماعة النظر من مؤمن إلى مؤمن. إزاي؟ قال لك من حيث اللذة ومن حيث العدد. دي معلومة يمكن تكون حضرتك بتسمعها لأول مرة، إن حتى المؤمنين هم بينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى حتى في يوم المزيد، بيتفاوت لذة النظر وبيتفاوت عدد النظر. فمن الناس من لا يرى وجه الله جل وعلا إلا كل جمعة في يوم المزيد. إيه ده؟ هو الجنة فيها أيام الأسبوع سبت وحد؟ لا 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 لا، بمقدار الجمعة، لأن الجنة ما فيهاش ليل ونهار، خدوا بالكم، إنما بمقدار كل مرور جمعة هو ده يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة، واخد بالك؟ فتنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وفي ناس من المؤمنين ينظرون إلى وجه الله بكرة وعشيا. إشمعنى؟ ليه ده بينظر إلى وجه الله كل أسبوع وده ده بيشوف ربنا مرتين كل يوم؟ قال لك لأن دوت كان إيمانه أعلى وأعماله أفضل وكان حب ربنا في قلبه أقوى. واضح؟ كل ما تكتر من العمل الصالح وكل ما يزداد حب ربنا في قلبك وكل ما يزداد بذلك لخدمة دين الله، كل ما تكون يوم القيامة المكافأة أعظم وأعلى. ولله المثل الأعلى. واحد شغال في شركة والمدير قال على قد ما بتنتجه هتاخده. يعني ايه؟ يعني انت لو خلصت لي الجزئيه ديت او الشغلانه ديت ليك كذا فوق المرتب، ولو كترت اكتر على قد ما تكتر على قد ما تاخد. فجي واحد اخر الشهر مرتبه كام؟ 1000 جنيه والمكافئات على كل قطعه 10 جنيه، فلقى نفسه فوق ال 1000 جنيه واخد 2000 جنيه. ليه؟ قال له ما ده خلص 200 حته، واخد بالك؟ طب والتاني خد ال 1000 جنيه المرتب وجي لقى زياده 50 جنيه. ليه؟ قال لك ده خلص 5 حتت بس والتاني خلص 200 حته. هي دي المساله. ولله المثل الاعلى. فانت على قد بذلك لدين الله وعلى قد خدمتك للدين وعلى قد الطاعه وعلى قد العباده وعلى قد حب ربنا في قلبك يزداد عدد المرات. والحاجه الثانيه بقى التفاوت في اللذه. فلان بينظر الى وجه الله وفلان واقف جنبه برضه بينظر الى وجه الله، بس ده متمتع اكتر من ده. عارف ليه؟ لأن ده كان بيحب ربنا أكتر من ده. أديك مثل ولله المثل الأعلى. أنت بتحب اتنين من أصحابك، اتنين من أصحابك بتحبهم، بس في واحد فيهم حبه في قلبك أكتر من التاني 10 أضعاف. فلما تشوف اللي بتحبه قوي ده لذة النظرة إليه بتسعدك أكتر من النظر لوجه التاني، رغم أن إيه؟ رغم أن الاتنين حبايبك، بس ده بتحبه أكتر. أما يكون عندك 5 أولاد، في ولد منهم كل ما يشوفك ازيك يا أبي عامل إيه وازاي صحتك وازاي حضرتك ويبوس إيديك ويبوس دماغك وأمرني يا أبي تحت أمرك، تأمرني بأي خدمة، طب أعمل لحاجة شاي، طب حاجة تأمرني بأي حاجة، طب بعد إذنك يا أبي. الولاد التانيين يشوفوك داخل خارج تسلم عليهم وعليكم السلام، ولا حتى بيسألوا فيك ولا بيتعاملوا معك معاملة جافة. شيء طبيعي ان انت لما بتشوف ابنك ده اللي بيحترمك وبيوقرك بتبقى فرحان فرحة اكتر من فرحتك بولادك تاني، مع انهم كلهم ولادك. وضحت المعنى؟ يبقى تفاوت النظر في الجنة يختلف من حيث حاجتين، من حيث درجة اللذة، ودي بتكون بسبب مدى حب ربنا في قلبك، وبيتفاوت في عدد المرات، وده بيندرج تحت مدى بذلك وعطائك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. اخر حاجة رقم 8، وما خفي كان أعظم. شوف كل النعيم المعنوي اللي بقولك عليه ده كله، لا ده في حاجات تخفى علينا لا ندريها ولا نعلمها. قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رغم كل النعيم ده كله اللي توصف في القرآن والسنة، ربنا في النهاية بيقولك إيه؟ بيقولك برضو ما تفكرش إن هو ده النعيم، لا 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 لا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، قال جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأنا يعني من باب الدلال على الخير أوصي إخواني جميعا بقراءة كتاب يوم في الجنة. هتلاقي فيه جميع الكتاب، أكثر من 500 صفحة، جميع أنواع النعيم الحسي والمعنوي،
كل ما يخطر على بالك مما ورد في الكتاب وفي السنة، لأن قلت لك في النهاية ما هما خفية كان أعظم، ده مش هنقدر نسطره في كتب لأنه لا يعلم أحد من البشر. شوف دي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اقرأ بقى كتاب يوم في الجنة من ألف للياء، كل ما يخطر على بالك في نعيم الجنة في أكثر من 500 صفحة هتلاقي النعيم الحسي والنعيم المعنوي. وهو يوم في الجنة ده عنوان برنامج بيقدم في القناة الشقيقة قناة اقرأ، وبيجي يومين الساعة 7:15 بتوقيت مصر، وتخيلنا فيه ان احنا في صحبة النبي وهو اللي بيوصف لنا كل يوم الجنة حتة حتة في خلال شهر كامل بنعيش فيه مع الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم مع الجنة، وبكرة إن شاء الله حلقة مفاجأة إن شاء الله من مواقف إيمانية. ربنا يجمعني وإياكم على الخير. يعني الحياة فاضل لنا 3 دقائق كده بس، إيه نقول يا جماعة لما ذكرنا دلوقتي النعيم المعنوي لأهل الجنة، الموضوع محتاج إن هو يترجم بقى الواقع. احنا دلوقتي داخلين خلاص النهاردة 15 رمضان، كل سنة طيبين وربنا يتقبل رب العالمين، واللي بقى ما اجتهدش في 15 اللي فاتوا فاضل لك 15 اللي جايين، وخصوصا اخر 10 ليالي فيهم ليلة القدر. وقلنا قبل كده ان المولى عز وجل لما وصف ليلة القدر ما قالش ان هي بألف شهر، قال ليلة القدر خير من ألف شهر. لو قال بألف شهر يعني ب83 سنة وشوية، إنما قال خير، وخير جاءت هنا بصيغة يعني بصيغة النكرة من أجل التعظيم والتفخيم من شأن ليلة القدر. فحتى لو سلمنا بأن ليلة القدر بألف شهر، يبقى الساعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ساعة. تخيل حضرتك أفضل من 60,000 ساعة فيما سواها، والتسبيحة في ليلة القدر أفضل من 60,000 تسبيحة، والركعة في ليلة القدر أفضل من 60,000 ركعة، والآية في ليلة القدر أفضل من 60,000 آية. فرصة عمرك، فرصة عمرك اوعى تضيعها، اوعى تضيع الفرصة. فرصة قدامك، اجتهد من دلوقتي، اعمل معسكر. ودايما كنت بقول لإخواني الموظفين ربنا يعينهم، لو عايز تعمل أجازة سنوية اعملها في آخر 10 أيام في رمضان، اعتكف، خش غرفة الإنعاش في المسجد واقعد كده وخلي قلبك كده ينتعش بطاعة ربنا وبذكر الله وبرؤية الصالحين وبالقرآن وبالصلاة التراويح والتهجد، وانك تعيش في بيئة إيمانية كده جميلة، وتخرج من معتكف قلبك نظيف وجميل وطاهر، ما فيش ذنوب، ما فيش معاصي، ما شاء الله جو إيماني حلو قوي. ما عندكش قدرة تعتكف، على الأقل على الأقل حاول بقدر إمكان انك بعد ما ترجع من شغلك تنام كتير، علشان بالليل تخلي بقى نفسك بتجتهد بالليل على قد ما تقدر، صلي التراويح وارجع نام شويه وسيبك من المسلسلات والافلام، نام شويه وقوم صلي التهجد وصلي الفجر وريح شويه وروح شغلك، هتسعد عشان تصيب ليله القدر. ربنا يجمعنا واياكم على الخير. يعني الوقت جري مع حضراتكم بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص.